أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعظم الله لكم الأجر والثواب باستشهاد سيدتنا السيدة الجليلة سيدة خديجة صلوات الله عليها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على نهجها وسيرتها المباركة المقدسة المليئة بالتضحيات والتعاليم التي نحن جميعا بأمس الحاجة لها بالنبي وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد ولنا أداهم. وصل بنا الكلام إلى مسألتين مهمتين. المسألة الأولى مسألة المريض إذا أوفي قبل الزوال، قبل الظهر، هو اتعافى، قالوا له او علم انه يقدر يصوم وما بي شيء، الحمد لله وشكر، ويريد يصوم. احنا نقول له اذا قبل الزوال وتعافيت وما جبت اي مفطور، فتقدر تجدد نيتك، تنوي وصوم. الصوم هذا اليوم على الأحوط استحبابا عند السيد الشيرازي، أما عند السيد السيستاني فلا. السيد السيستاني إذا أنت تعافيت قبل الزوال فالواجب عليك على الأحوط احتياط وجوبي أنه تنوي والصوم هذا اليوم وتقضيه بعدين. الواجب عليك تنوي والصوم وتقضيه بعدين، هذا الواجب على الأحوط عند السيد السيستاني. أما عند السيد الشيرازي لا، احتياط استحباب إنه تنوي والصوم هذا اليوم إذا اتعافيت قبل الزوال. هاي مسألة أولى. المسألة الثانية بالنسبة إلى يوم الشك. اليوم الشيك هو هذا اليوم اللي يشكون بيه انه اخر شعبان، 30 شعبان، لا واحد من شهر رمضان، يشكون بيه ما يعرفون هذا واحد شهر رمضان هذا اليوم، لا 30 شعبان هذا اليوم واجب علي ان اصومه. الفقهاء يقولوا لك لا، مو واجب عليك، اولا انت الصوم هذا اليوم، ثانيا إذا تريد الصومة لهذا اليوم ما يجوز لك الصومة بنية شهر رمضان، إنما الصومة بنية قضاء أو بنية إنه يوم مستحب. الصومة هذا يوم الشك، وإذا تبين لك باليوم الثاني إنه بيوم الشك تبين لك إنه شنو هو، إنه هذا من شهر رمضان، فيحتسب لك من شهر رمضان. انت شنويت؟ نويت انه قضاء او مستحب هذا يوم الشك، وطلع هو من شهر رمضان، فمباشرة تبدل نيتك ويحتسب لك من شهر رمضان. هذه نقطة اتفاق عند السيدين الجليلين دام عزهما. اما نقطة الافتراق انه النية المطلقة، نية القربة المطلقة، انه انت ما تخصص شهر معين، لا شهر رمضان ولا شهر شعبان، انما تقول انا اصوم مباشر بنية قربة مطلقة، لا شعبان ولا شهر رمضان. عند السيد السيستاني يجوز تسوي هيك، اما عند السيد الشيرازي يقول لا، الاحوط استحبابا انه هذا ما تسوي. واحنا بينا شنو هاي المصطلحات سابقا لمن اراد الرجوع الدروس الأولى، يمكن أن يرجع لها.
فيقول له لا، انه الاحبط استحبابا ما تسوي هيج، انه تجمع الاثنيناتهم بقربة مطلقة. هذا للكلام بنية الصوم بقية يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.